رول البطاطس رشقت في قلبي يا جماعة، أحلى طريقة بطاطس حرفيا، لذيذة ومميزة، ممكن تجربوها. تعالوا ناخد، احنا ناخد ايه بس انا اتوترت. المهم تعالوا ناخد كوباية واحدة من الدقيق، عليها ربع كوب من الزيت، ونقلب ونقلب ونخلط ونخلط ونعجنها شوية، وبعدين نضيف عليها اقل من ربع كوباية من المية لغاية ما تتشكل معانا عجينة كويسة قوي. نعجنها برضو كويس قوي قوي، وزي ما بقول دايما اهم حاجة في العجينة مدة العجن بتاعتها. نحط حبة البركة ونعجن ونعجن ونسيبها على جنب، وناخد بطاطس مسلوقة ونبشرها، او بطاطس مسلوقة وتعملوها بيوريه، ايهما اقرب ليكم يعني. وبعدين نحط عليها البهارات اللي انتوا بتحبوه. انا هنا او في الوصفة دي هتحطوا بابريكا، وهتحطوا شطة، وهتحطوا توم باودر، وكمان كمون، ومعلقة من الكزبرة، وشوية كزبرة خضراء، معلقتين من النشا، ونص معلقة من الملح. ونقلب ونقلب ونخلط ونخلط، وبعدين ناخدها نعملها كرات صغيرة. الكرات الصغيرة دي هنلفها رول على ايدينا كده، بحيث تكون يعني متوسطة الشكل، مش رول كبيرة قوي. ناخد معلقتين من دي وندوبهم في مية، وبعدين نجيب العجينة بتاعتنا وناخد قطعتنا ونفرد العجينة، ونفرد تاني بنشابتنا لغاية ما يبقى سمكها مثلا حوالي 0.5 سنتي، وبعدين نحط فيها رولات البطاطس او نقطعها الاول مستطيلات. بس الاول هنشيل الحواف او الاحرف بتاعت العجينة بحيث انها تكون متساوية بالشكل ده. بحاول على قد ما اقدر ابسط لكم الوصفة عشان تحبوها وتجروا حالا على المطبخ تجربوها. هاخد كل مستطيلية زي السمبوسك كده، واحط فيها رول البطاطساية، والفها واقفلها بالدقيق ده، وممكن من تستغنوا خالص عن المية بالدقيق دي وتقفلوها عادي. بنحطها في زيت غزير على النار ونقلب ونقلب، وبعدين لغاية ما يبقى لونها ذهبي. البطاطس اصلا من جوه مستوية، بس العجينة تستوي وتاخد لون من بره. طلعوا اكسبلور كتير، وروحوا في قناتي على اليوتيوب، اعملوا سبسكرايب، وفعلوا زر الجرس على كلمة الكل عشان توصلكم.